حتى الامتى غيتخيل كنعانيو هاد المعاناه كامله في هاد البلدان هادو؟ عانينا 50 يوم في الصين، عانينا 40 يوم في سنغافوره، كنعانيو المدله كل يوم في اسيا، ولا شفتي فينا ولا طليتي علينا، ولاد كيموتوا كل نهار. حتى الامتى غنعيشوا هاد المدله؟ حنا الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، سدت علينا الحدود، سد علينا وطننا، سد علينا بلادنا، بغينا نمشيو بحالاتنا، بغينا نجيو نموتو حدا والدينا. علاش سد علينا الحدود؟ علاش ما كايناش شي دوله في العالم سدت الحدود على ولادها الا انت؟ انت هو الوحيد اللي سد الحدود على ولادو. حتى الامتى؟ حتى الامتى غنبقاو ساكتين على الدل اللي انت معيشنا فيه؟ حتى الامتى محمد السادس؟ حتى الامتى؟ حتى الامتى الملك الكسول؟ حتى الامتى؟ حتى الامتى غنبقاو عايشين هاد المدله؟ ولاد بلادي كيموتوا، كيموتوا في الدول ولا انت مطالع عليهم؟ ومن هذيك 400 مليون اللي جمعتي في هذوك الصناديق اللي انت النهار كامل وانت كتهضر لنا عليهم، و 10000 دولار وعب مر الطيارات بليسانس، وخليهم يهزوا لي ولاد بلادي اللي كينعسوا في الشوارع واللي كيعيشوا المدله واللي غيجيهم الفيروس بسبب ديالك انت.